استاذ فايز من بورسعيد، مساء الخير. مساء الخير يا ابني يا معتز، لو سمحت اقول لك يا ابني، انا عندي 74 سنه وكل مدخراتي 20,000 جنيه، كنت هعمل بيهم عمره، فانا بنزل ب 10,000 جنيه للست جميله، وارجوكم تبعتوا لي ازاي ابعتها، عنوانها او مكتب، اقرب مكتب بريد في بلدها، وانا ابعتهم لها بكره ان شاء الله. ربنا يبارك لك، ربنا يسترك. استاذ فايز، حضرتك بتقول انك دي تحويشه يعني العمره؟ انا معايا، انا على المعاش وعندي 74 سنه، وكنت محوش 20,000 جنيه عشان اطلع عمره، لكن انا هتنازل 10,000 جنيه للست جميله، ابعتهم بكره ان شاء الله. قولوا لي بس ابعتهم ازاي. طيب حاضر، مش عارف اقول لك ايه يعني بصراحه، وانا عاجز عن الشكر، بس انت بتتاجر مع ربنا كانك طلبت. لا انا يعني ما اقدرش ان انا امنع عمل خير ابدا. انت هينوبك ثواب كبير يا ابني، ربنا يعني معاها ومعاك ومعانا جميعا، وده مش غريب على اهل مصر وعلى الناس الطيبه بتاعت الناس الاصيله الطيبه يعني. ده كان الاستاذ فايز